السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم شباب؟ الأخبار؟ نتمنى يكون الكل بخير. احنا السيشن اللي فاتت اتكلمنا على تاني نوع من أنواع ال VPN. كان أول نوع الريموت أكسس، تاني نوع عندنا الشارد كي، واشتغلنا ريموت أكسس في الظروف العادية اللي هي داخل نفس النتورك أو من نتورك نتورك، في حالة إن مفيش حاجة، إن مش قافلين الترافيك من نتورك دي نتورك دي، تمام. واشتغلنا النتورك السولوشن التاني، إن احنا عندنا من نتورك النتورك مختلفة، وليكن من تيتاد الفودافون أو من تيتاد لأي نتورك تانية. وقلنا إن في بعض إن متي من نتورك نتورك بعض الأحيان بتبقى في مشاكل، وقدرنا نتغلب على المشاكل دي من خلال الباكج اللي نزلت في الإصدار الجديد، هو 2.4.2 اللي هي اسمها استيونال، تمام. اشتغلنا من خلال الريموت اكسس، واشتغلنا بالشير كي في الظروف العادية، وفي الظروف لو برضو في مشاكل في الكونكشن، تمام. ان شاء الله النهاردة هنشتغل على الجزئية الخاصة بالاوبن في بي ان اس اس ال تي ال اس. زي ما قلنا قبل كده ان الشورت كي ده مش ريكومندد، ان هو مش يعني ليس سكيور من ال اس اس ال تي ال اس، وسهل جدا ممكن ان يحصل ان الدنيا بتاعتك تبقى كومبرومايزد بشكل ما. لو حد بيفهم شوية، حد محترف بشكل ما، ممكن يكومبرومايز الدنيا بتاعتك. يفضل انت تشتغل اس اس ال تي ال اس. ال اس اس ال تي ال اس مش زي الشورت كي، انت بتشتغل بيزد على شورت كي وخلاص، من هنا لهنا تراست وخلص الموضوع. لا، الدنيا معقده شويه اكتر من كده، ونتيجه للتعقيد فهي اكتر سكيور، تمام. احنا هنشتغل على التراست ما بين التو سايت، بيبقى بيزد على سيرتيفيكت، تمام. احنا عندنا هنشتغل بمجموعة خطوات. أول خطوة عندنا إن احنا هنكريت سي اي على البي اف سنس سيرفر سايت، تمام، وليكن هنسميها سي اي بيزك، تمام. هو مبدئيا قبل ما نكريت السي اي، احنا عندنا في تو ستيج، اول ستيج ان انت عايز تقوم الاستنل. ليه؟ هو احنا هنشتغل على مصر المانيا على طول؟ وهقول لك الفرق، يعني اختصارا للوقت عشان ما نمطش في الدنيا اكتر من كده، هقول لك الفرق ما بين ان انت في الظروف العادية والظروف اللي الدنيا بيكون فيها الترافيك مقفول بشكل ما، تمام. هنشتغل على تو ستيجز. اول حاجة هنشتغل نقوم الاستيونال ما بين مصر والمانيا، خلصنا اول لاير، هبتدي نخش اللاير اللي بعده ان احنا نقوم السيرفر يكلم الكلاينت بيز على اس اس ال تي ال اس، تمام. هنكرر نفس الستيبس بتاعت المرة اللي فاتت، الا وهي ان انت هتيجي على السيرفر بتاعك اللي هي اكت از سيرفر، ومصر هت اكت از كلاينت، تمام. هنيجي هنا هنكريت سي اي، وليكن هنسميها هنكريت ان انترنال سي اي، وليكن هنسميها، طبعا هي اسامي كتير جدا، فعايزين نجيب اسم ما كنش سميناها قبل كده، وليكن هنسميها سي اي اس تي يو دبل ان اي ال، تمام. سيرفر، تمام، وليكن 01. يبقى احنا هنكريت، خلينا ان احنا ناخد كده الاسماء عشان نبقى عارفين، او خلينا هي الدنيا واضحه يعني. سي اي استعمل سيرفر 01، جميل. هناخد نفس الداتا الانتري بتاعتنا اللي انا مدخلها، مش هتفرق كتير قوي. نسميها stu double n l underscore 01، تمام. يبقى احنا عند كريتنا CA على سيرفر اسمها CA external server.
تمام، ده على السيرفر بتاع، على السيرفر بتاع ألمانيا. جميل، تمام، اسمها CA External Server 01. تمام. بعد كده هنروح على السيرتيفيكت، تمام، هنروح نكاريت سيرتيفيكت للاستانل بتاعتنا، هقول له كرييت ان انترنال سيرتيفيكت، هتشتغل على سي اي استانل 01. تمام. هنسميها ايه؟ هنسميها مثلا اس تي يو دبل ان اي ال اندرسكور 01 سيرفر. تمام، كومن نيم نخليها سيرفر 01. تمام، هنخليها يبقى السيرتيفيكت تايب سيرفر سيرتيفيكت، لان دي هتبقى السيرتيفيكت اللي هنعملها ابلاي على الاستانل في السيرفر سايد. تمام، وهني نقول له سيف. تمام، ده الجزء الخاص بالسيرفر. هنيجي على السي اي، تمام، وهنعمل اكسبورت للسي اي اللي احنا كريتناه، اللي هي السي اي ستاندرد سيرفر 01. هنكسبورت السيرت وهنكسبورت الكي. تمام. زي ما اشتغلنا هناك، هنيجي هنا كده، احنا هنا عملنا لهم اكسبورت، هنا هنقول له اوبن على الداونلودز، زي ما اسمهم ايه، سي اي بالظبط اهي. تمام، السي اي سيرت والكي. اوكي، هروح على الكلاينت اللي هو مصر، واروح على سيرت مانجر. تمام، نبتدي نعمل امبورت ليهم، هنسميها descriptive name، هنسميها استامل سي ال اي ان تي 01. تمام، هنيجي هنا، على السيرت هنعمل اكسبورت، هناخدها كده كوبي، هناخد السيرت كده كوبي. تمام، باست، وهناخد الكي. تمام، كوبي. تمام، وهنقول له سيف، وابتدي السي اي دي نكريت منها سيرتيفيكت، نقول له اد اساين ان انترنال من ايه، سي اي كلاينت 0 استانل كلاينت 01، صح كده، احنا عندنا اهي، احنا سميناها استانل كلاينت 01. تمام، هنسميها استانل اندرسكور كلاينت اندرسكور 010 عشان تختلف شوية. تمام، كومن نيم هنسميها استانل يو دبل ان استانل 4 سي ال اي ان تي كلاينت، وهتبقى يوزر سيرتيفيكت. جميل، تمام، نبتدي نروح نكريت الكونكشن بتاع الاستانل، نيجي على السيرفر، على سيرفيسز، على استانل. نبتدي نقول له اد واضح ان في لود في ستاند سيرفر بتاع المانيا، الترافيك بينه وبينه مش سريع. طب خلينا ثواني كده نشوف ايه المشكلة.
عشان ما نمطش وقت الفيديو. لا ايه تمام، ايه هنسميها مثلا descriptive، هنسميها SSL SSL TLS connection. تمام، هيبقى client mode، لا server mode، هي listen على انهي اي بي، على اي اي بي، على انهي بورت، البورت اللي الفي بي ان هيتكلم بعضه عليه، يعني وليكن هنخليها 5 واحد، على انهي سيرتيفيكت، احنا انهي سيرتيفيكت اللي احنا عملناها، احنا عملنا السيرتيفيكت اهي، تمام اهي سيرتيفيكت بالنسبة للسيرفر اهي، سميناها استانل 01 underscore server. تمام، يبقى نيجي كده استانل 01 underscore server. تمام، هيري دايركت لمين؟ هيري دايركت لللوكال هوست، هو البي اف سنس نفسه، على انهي بورت، على انهي بورت. تمام، على انهي بورت ده، انا اسف سوري، انا الخمس وحيد دول الاس تانل هتكلم بعضيها عليه، الكلاينت والسيرفر بتوع الاستانل بيتكلموا بعض من خلال البورت ده. تمام، اما الفي بي ان، الفي بي ان كونكشن هتكلم بعضيها على الكونكشن ده وليكن 11.0.3.4. تمام تمام، ونقول له سيف، يبقى كده كريتنا الكونكشن الخاص بالسيرفر. نروح نكريت الكونكشن الخاص بالكلاينت، هنقول له سيرفيسز استانل اد، وليكن هنا احنا سميناها اس اس ال، خليها نفس الاسم، بنفس الاسم، فناخد الكونكشن كده نسميها نفس الديسكريبشن. تمام، بالنسبه للكلاينت هي لسن، هيقولوا طبعا كلاينت مود، هي لسن على اي اي بي، تمام على اي اي بي، هي لسن على، هي لسن على مين، على البورت، هي لسن على البورت الخاص بالفي بي ان اللي هو 11.0.3.4، صح كده؟ مش احنا عملنا هنا كده بالظبط. تمام، على انهي سيرتيفيكت، الكلاينت 010 اللي احنا عاملينها، هي ريدايركت لمين؟ هي ريدايركت لالمانيا اللي هو 158.177.92.110، على انهي بورت، البورت اللي هو الخاص بالاس تانل. جميل، وتقول له سيف. يبقى احنا هنا في نقطة، في نقطة معلش احنا اغفلناها، النقطة الخاصة هيلسن، هيلسن على انهي اي بي، هيلسن على اللوكال هوست، هيلسن على اللوكال هوست، سوري يعني يا شباب، هيلسن على اللوكال هوست ويبصيه للبورت بتاعه اللي بيتكلم بيه الفي بي ان، وده هيكلمه على 111، على 5 واحد. تمام كده خلصنا الجزئية الخاصة بالاس تانل، وعشان نكون صادقين دي الجزئية السهلة، نيجي بقى للجزئية الصعبة. تمام، وهي ان شاء الله مفيش حاجة صعبة، يعني بأمر الله احنا ماشيين واحدة واحدة، مفيش حاجة صعبة، بس هو موضوع محتاج تركيز شوية. هنشتغل ازاي؟ هنبتدي نشوف الدنيا. اول خطوة هنعملها هنبتدي نروح نكاريت سي اي، هو بس السيناريو هيمشي ازاي، خلينا بس نتكلم مع بعض بصوت عالي، نشوف السيناريو قبل ما نبتدي نكتبه، ندردش مع بعض كده السيناريو هيمشي ازاي. بص يا سيدي الفاضل، السيناريو هيمشي ان انت هتكريت، يعني عشان انت بس هتلاقي في سيناريوهات كتير في الاس اس ال تي ال اس دي وتلاقيها معقده وتتوه. تمام، الموضوع بصوره بسيطه خالص خالص، انت هتكريت سي اي على السيرفر. جميل، هتكريت سي اي على السيرفر، سي اي عاديه خالص. تمام، السي اي دي هتروح تعمل منها 2 سيرتيفيكت، هتروح تعمل منها 2 سيرتيفيكت، سيرتيفيكت خاصة للسيرفر وسيرتيفيكت خاصة للكلاينت، على احنا بنكريت السيرتيفيكت على السيرفر سايت، بنكريت الاتنين سيرتيفيكت، السيرفر سيرتيفيكت واليوزر سيرتيفيكت على
السيرفر سايد. تمام. طيب ناخدهم خطوة خطوة، نبتدي نروح نكريت الكلام ده. هنروح هنا مثلا اهي على السيرت، تمام، هنروح نأد سي اي، وهليكن هنسميها كرييت ان انترنال، هنسميها اس اس ال تي ال اس اس تو اس، اللي هي سايت تو سايت. تمام، خلينا، هو المفروض انت بتدخل الداتا بتاعتك هنا صحيحة، ولكن هي مش معانا، مش مشكلة قوي يعني. اي بي ام داش اس اس ال مثلا. تمام، يبقى احنا السي اي اللي احنا كريتناها اسمها ايه؟ اس اس ال تي ال اس اندرسكول اس تو اس. جميل، دي بكل بساطة هنروح هنا على السيرتيفيكت، انا على السيرفر سايد، تمام، هكريت سيرتيفيكت، اقول له كريت ان انترنال سيرتيفيكت من مين؟ من الاس اس ال تي ال اس سايد تو سايد. جميل، جميل جدا، هنسميها اس اس ال اندرسكول تي ال اس اندرسكول سيرفر سيرفر، تمام، سايد. عايزين بس نخلي الكلام دوكيومنتد عشان نبقى عارفين ان احنا هنحتاج ان احنا هنرجع للكلام ده كله تاني. فخليني كده، احنا هنا كريتناها، تمام، سيرفر، ادي الكومن نيم. تعالى هنا احنا سميناها ايه؟ هنا كنت انا بفكر كنت نسميها سي اي بيزكس، لا احنا هنخليها مبدئيا نقول سيرفر سايد، هنكريت سيرتيفيكت، هنسميها كنترول في اس اس ال تي ال اس سيرفر سايد. تمام، تمام، احنا هنا كده خلاص، وهنا هتبقى سيرفر سايد الكومن نيم اندرسكول اس اس ال سيرفر. تمام، سيف، كريتنا السيرتيفيكت الخاصة بالسيرفر، والسيرفر يس اس اس ال تي ال اس سيرفر سايت. تمام، يبقى دلوقتي اهو احنا كريتنا سي اي اسمها اس اس ال تي ال اس سايت تو سايت، على السيرفر سايت كريتنا سيرفر كريتنا سيرفر سيرتيفيكت سميناها اس اس ال تي ال اس اس تو اس سايت تو سايت. تمام، دي سي اي، كريتنا منها سيرتيفيكت اسمها اس اس ال تي ال اس سيرفر سايت. هنروح نكريت سيرتيفيكت للكلاينت سايت على السيرفر سايد برضو. تمام، هنروح هنا على سيرتيفيكتس، هنقول له اد، نقول له كرييت ان انترنال من مين؟ من الاس اس ال تي ال دي اس سايد تو سايد. سمينا التاني، كان سمينا التاني ايه؟ سمينا التاني، عايزين نمشي بنفس الاسم اهو، سميناها، تمام، اهو هيبقى هنا سيرفر، لا هخليها كلاينت سايت، سي ال اي اي كلاينت سايت، اي اي ان تي كلاينت سايت. تمام، كلاينت اندرسكور كلاينت اي كلاينت سي ال او في اي سي ال اي اي كلاينت سايت. تمام، وده هيبقى هتبقى ايه؟ يوزر سيرتيفيكت دي الكلاينت. تمام، سيف. تمام، يبقى هنا سميناها ايه؟ اهو كلاينت اس اس ال تي ال اس كلاينت سايت. تمام، هنا هن كرييت اون ذا سيرفر سايد، خليها هنا كده، تمام، اون كرييتد كنترول سي، هن كرييت الكلاينت سيرت سي ال اي ان تي كلاينت سيرت دي، وهنسميها كنترول اكس، هنسميها كلاينت سايت. تمام، تمام جدا. رابع خطوة هنعمل ايه؟ عايزين اكسبورت، عايزين اكسبورت ثلاث حاجات
اكسبورت 3 حاجات من على الكلاينت، من على السيرفر سايد، اللي هم بص يا سيدي، هنعمل اكسبورت، هنعمل اكسبورت اكس بي او ار تي اكسبورت 3 حاجات. اول حاجة هنعمل اكسبورت لايه؟ للسي اي اللي انا كريتها from the server side. جميل، سي اي بس من غير without the private key. private key تمام، دي حاجة. الحاجة التانية هنعمل ايه تاني؟ هن export الايه؟ السيرت الكلاينت، كلاينت سيرتيفيكت اللي انا كريتها. تمام، ودي هتبقى الاتنين، السيرت زائد البرايفت كي. تمام، السيرت تمام. يبقى دول الحاجتين اللي انا عايز اخدهم من على السيرفر سايت عشان نبتدي نشتغل. هروح على السيرفر سايت، ادي السيرفر سايت. اول حاجه الراجل طيب قال لنا عايزين نكسبورت ايه؟ نكسبورت السي اي من غير برايفت كي، السي اي اللي احنا اشتغلنا بيها اهي، ادي السي اي اللي هي الاس اس ال تي ال اس سايت تو سايت، اكسبورت السي اي، عملنا اكسبورت ليه. جميل، جميل جدا. بعد كده عايزين نكسبورت السيرتيفيكت الخاصة بالكلاينت اللي انا كريتها على السيرفر، السيرت والبرايفت كي. هنعمل ادي اهي ال اس اس ال تي ال اس كلاينت سايت، هناخدها اهو السيرتيفيكت والبرايفت كي. تمام، يبقى انا خدت كده ال3 حاجات اللي انا عايز اخدهم من على السيرفر سايت. دلوقتي احنا ممكن نبتدي نشتغل. احنا خرجنا عملنا اكسبورت ال3 حاجات اللي انا عايزهم من على السيرفر سايت. جميل، ده عشان دول هحتاجهم معايا في الكلاينت. طيب احنا عايزين نبتدي نشتغل، هنروح على من على السيرفر سايت في بي ان، اوبن في بي ان، هنأد سيرفر. بالظبط، هنأد سيرفر هيشتغل ايه؟ بير تو بير اس اس ال تي ال اس. البروتوكول نركز مع بعض، لو انت شغال في الظروف العادية اللي هو داخل نفس النتورك هيبقى يو دي بي عادي خالص، هتشتغل يو دي بي والانترفيس بتاعك الوان والبورت اللي انت هتشتغل عليه عادي خالص. ركز معايا، ده الاختلاف الوحيد اللي ما بين السيناريو بتاع ان انت ما بين 2 نتورك وما بين نفس النتورك. تمام، هنا انا عشان انا شغال ما بين نتورك مختلفين ما بين مصر والمانيا، فاكيد اي اس بي مختلف، هشتغل تي سي بي اون فيرجن 4 تانل، هيبقى الانترفيس بتاعي اللوكال هوست. تمام، هيبقى البورت انهي بورت؟ مش هنالفه اهو، هنروح على الاستانل. تمام، اهو البورت كام؟ البورت 11 0 3 4 اهو. تمام، تمام جدا، تمام جدا جدا جدا. وبعد كده نبتدي ننزل، سيبك موضوع تي ال اس كي ده، هنرجع له. يعني انا هعمل ان تشيك مبدئيا بس هنرجع نفعله تاني بعد ما السيشن تقوم، بعد ما السيشن ما بين التو سيرفرز السيرفر كلاينت يقوم. تمام، هنبتدي نشتغل على البير سيرتيفيكت اثورتي. البير سيرتيفيكت اثورتي مين؟ اللي هي السي اي. السي اي اللي هي مين؟ اهي احنا، ادي سي اي. سي اي بتاعتنا اسمها ايه؟ اس اس ال تي ال اس سايت تو سايت، عشان كده قلت لك الحاجات دي لازم تكون دوكيومنت انت هترجع لها. تمام، يبقى ادي اهو، هرجع اقول له اس اس ال تي ال اس سايت تو سايت. تمام، تمام جدا. ننزل البير سيرتيفيكت ريفكشن ليست، لو في عندك سيرتيفيكت انت خلاص مش فاليد، مش لسبب ما خلاص بيتم ارجاءها ومش هتشتغل بيها. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده هنا. ابتدي السيرفر سيرتيفيكت، السيرفر سيرتيفيكت هتبقى مين؟ اهي اس اس ال. فين السيرفر سيرتيفيكت؟
نون كلاينت سيرفر سيرتيفيكت اهي SSL TLS سيرفر سايت، صح كده؟ اهي، ودي جايه منين لو انت خدت بالك؟ بيقول لك جايه من السي اي لل SSL TLS سايت تو سايت. جميل جميل تمام، مش هعدل حاجه في الكلام ده، هسيب الدنيا على الديفولت سواء انكريبشن او الالجوريزمز او الكلام ده. تمام، مش هعدل اي حاجه فيه. ننزل للجزئيه المهمه بتاعتنا، التانل. التانل هتشتغل، التانل هقول له 10.0.7.0/24. تمام، عايز تعمل ريدايركت، خلينا نسيبك من الجزئيات دي. ريدايركت لو انت عايز تعمل ريدايركت للجيت واي وبتاع، لا سيبك من النقط دي، مش هنتكلم فيها دلوقتي. خلينا نقوم السيشن وبعد كده نبتدي نشتغل. اللوكال نتورك، اللوكال نتورك بتاعت الراجل الطيب ده كام؟ اهو كابي، تعالى يا بوزوس باست، احنا عارفينها 172.40.2 بالظبط كده، 172.40.2.0. تمام، يبقى اللوكال نتورك بتاعتك الاي بي، ركز، اي بي فيرجن 4 لوكال نتورك هتبقى 172.40.2.0/24. فيرجن 6 لا، بعد كده الريموت نتورك اللي انت هتريموت عليها اللي هي بتاعه مصر كانت كام؟ 192.168.30.024 اهي بتاعه مصر. تمام تمام لا الفيرجن 6 لا، مش هنعدل اي حاجه هنا، نسيب الدنيا على الديفولت. تمام، واقول له سيف كده، يبقى انا كريت سيرفر سايت. كده يبقى انا كرييت السيرفر سايت. جميل جميل، نبتدي نروح للكلاينت سايت اللي هو مصر. تعالى يا عم الحاج، مبدئيا مبدئيا هتعمل اكسبورت، هتعمل اكسبورت للسي اي، لان هي السي اي اهي، وتعمل بعد كده اسف تعمل امبورت للسي اي، وتعمل امبورت لمين؟ للسيرتيفيكت. جميل، عن طريق احنا طبعا عندنا هو النوت بلس بلس اللذيذة بتاعتنا. تمام، عايزين نروح نقاد التلاتة دول، هنقول له open. طبعا هو هيفتح معانا دايركت على الداونلودز اللي احنا اشتغلنا عليها كتير. SSL اهي بالظبط كده، اهم التلاتة ورا بعض، ال SSL TLS site to site، وال SSL TLS client side dot key، وال SSL TLS client side dot cert. تمام، CRT. نفتح التلاتة ونبتدي واحدة واحدة. هنروح على السيرت مانجر، نضيف السي اي بتاعتنا، هقول امبورت ان اكزيستنت سيرتيفيكت اثورتي. تمام، وليكن وليكن محتاجين ان احنا هنسميها ايه؟ خلي الاسم يعني قريب نسبيا من الاسم التاني، هو كان الاسم التاني في عند السيرفر، او مش فارقه يعني، مش فارقه، احنا لازم كل حاجه تبقى دوكيومنتد عشان ما تتوهش. خلينا نخليها قريبه منها، السيرت مانجر سيرتيفيكت، هي كانت ثانيه واحده، احنا هنا بنمبورت اس اي. طب ما سهله سهله سهله، هنقول له اس اس ال اندرسكول تي ال اس اندرسكول سايت تو سايت. تمام، اندرسكول ايه كلاينت، ده لا انا عملت لها امبورت على الكلاينت. تمام، ركز معايا، تعالى كده هناخد ال SSL TLS اللي هي CRT بس. تمام، ونقول له تعالى يا عم الحاج كابي. تمام، باست، ونقول له سيف. كده عملنا امبورت للسي اي على الكلاينت، عايزين نروح نعمل امبورت للسيرتيفيكت. نيجي هنا على السيرتيفيكت ونقول له اد اكزيستنس سيرتيفيكت. جميل، تعالى عايزين السي ار تي اس اس ال تي اس كلاينت سايت. تمام، سي ار تي ادي السيرتيفيكت داتا، وادي الكي. تمام، وادي الكي، هنسميها ايه؟ هنسميها
ممكن نسميها SSL TLS Client. ايه ده، سوري، SSL Client Side. ممكن نخليها Client Side Copy عشان ما ننساش. Copy، ماشي تمام، ونقول له سيف. نزل السيرتيفيكت معانا، تمام. نبتدي نروح نكريت الكلاينت بتاعنا، الكلاينت سايد بتاعنا. هنروح على كلاينتس، هقول له اد، هيبقى بير تو بير اس اس ال تي ال اس تي سي بي على فيرجن 4. نبتدي هنكلم اللوكال هوست، تمام، على بورت كام. احنا هنا شغالين بورت كام، او في بي ان السيرفر شغالين 11.0.3.4، تمام، 11.0.3.4، جميل. لا، ثواني، احنا هنا، لا سوري يا شباب، ده الكلاينت سايد، احنا هنا دي ما بنغيرش فيها غير، لا خلينا بس كده، هو الكلاينت سايد المفروض ان هو هيروح يكلم السيرفر، المفروض ان هو هيكلمه، لا هيكلمه عشان احنا شغالين بالاس تانل، هي مش هشتغل من عروين، هشتغل على اللوكال هوست زي ما احنا ماشيين. والسيرفر هوست ادرس اللي هو هيروح يكلمه هيكلم اللوب باك، هيكلم اللوب باك. لو انت في الظروف العادية هتخلي ده الوين، وهتحط هنا الاي بي ادرس بتاع مين، بتاع الراجل الطيب ده اللي هو 158، اللي هو الاي بي ده، تمام. طيب هو هنا هيروح يكلم، هنا هيروح يكلم انهي بورت، زي ما انت عامل هنا 11.0.3.4، اكيد 11.0.3.4، تمام. نبتدي ننزل، مش هنشتغل تي ال اس دلوقتي، مش هاكتف تي ال اس كي دلوقتي. البير السي اي اللي انت عملت لها امبورت، انت سميتها ايه؟ اهي اس اس ال تي ال اس اس 2 اس كلاينت، جميل. الكلاينت سيرتيفيكت، الكلاينت سيرتيفيكت سميتها ايه؟ احنا قلنا عشان ما ننساش، اس اس ال تي ال اس كلاينت سايد كوبي، جميل تمام. ابتدي اروح اشوف، انا هنا مش هغير اي حاجة، تمام. هنروح هنا، انت الطن نتورك عملناها ايه؟ الطن نتورك يا عم الحاج عملناها 10.0.7، تمام، نفس الطن نتورك، تمام. الريموت نتورك انت هتريموت على ايه؟ على المانيا. المانيا اللان نتورك بتاعتها كام؟ 72.40.2.0.24، تمام. فيرجن 6 مش هنعدي فيها حاجة، تمام. نقول له سيف. كده كريتنا الكلاينت وكريتنا السيرفر. نبتدي نروح نشوف الكونكشن بتاعتي قايمة ولا لسه. نبتدي نروح نشوف، نروح على بالظبط الدنيا قامت وسحب 10.0.7.2، وهنا ده التانل نتورك، التانل سوري التانل ترافيك ما بين الاثنين، وهنا اهو 10.0.7.2، قامت السيشن كده، قامت، تمام. طيب هل الموضوع كده، هل الدنيا كده خلاص، كده الترافيك اتفتح وكده الدنيا اقدر اكسس من هنا لهنا؟ الموضوع مختلف نسبيا، حاجة بسيطة. ازاي؟ هو مبدئيا انت ما بين الاتنين اول حاجة لازم تتشك عليها، هتخش على الاوبن في بي ان، على اسف على الفاير رودز، على الاوبن في بي ان، ان الترافيك مفتوح. طبعا عشان احنا كريتنا سيشنز سيرفرات كتير فهتلاقي مكرر اكتر مره، ما علينا. يعني طبعا انت المفروض بتقلاو الترافيك اللي انت عايز تعمله، قلاو ما بين ثرو الاوبن في بي ان سيشن بتاعتك، ما ينفعش يبقى الدنيا مفتوحه كده،
تمام. هتقوم دي كده الدنيا هنا مفيش فيها مشكلة. نبتدي نروح هنا نفس القصة على الفايروول رولز على الاوبن في بي ان، برضو الدنيا كده مفيش فيها مشكلة. تمام الدنيا كده، هل الدنيا كده قامت؟ لا الدنيا كده ما قامتش، الدنيا لسه فاضل فيها كام نقطة بسيطة محتاجين ان احنا نعمله، محتاجين ان احنا نعمله. طب نتأكد، نشوف كده مثلا من على دياجنوستيك زي ما كنا بنعمل، نقول له كده مثلا تريس روت عشان نتأكد بس ان الدنيا. انا هنا عايز اروح اشوف 30.2 تريسيرت تريس روت. تلاقي الدنيا مش تمام، لان انت لازم هتعدل شوية حاجات. طب خلينا نروح نعدلهم عادي، بنقول هنعدل. طب خلينا نروح نعدل الحاجات اللي المفروض تتعدل. تمام هنبتدي نروح على ال client side. انت كل اللي هتعمله بكل بساطة انك هتيجي على السيرفر سايد، عايز تقول له عشان تقدر تروح تكلم الكلاينت، الكلاينت نتورك اكس بتكلمها عن طريق ميثود معينه. ازاي؟ بتيجي من على في بي ان، اوبن في بي ان، بتيجي من عندي حاجه اسمها كلاينت سبيسيفيك اوفر رايتس. تمام بتاد الفاليو دي. احنا طالعين من على انهي، على انهي كونكشن؟ خلينا اهو، خلينا ان احنا نشوف من على انهي كونكشن. اوبن في بي ان سيرفرز، احنا طالعين 1 2 3 4 5 6 7، ادي رقم 7. تمام ده اول كول، هو طبعا مش هتبقى ديسيبل، انا كنت عاملها ديسيبل. الكومن نيم، ايه الكومن نيم دي؟ الكومن نيم دي يا سيدي دي السي، الكومن نيم دي خاص بالسيرتيفيكت بتاعه الكلاينت. بنجيبها منين؟ بنجيبها من هنا، هنيجي على سيرت مانجر على سيرتيفيكت. تمام هتلاقيها هنا اهي الاس اس ال كلاينت سايت، هتلاقيها هنا اهي. تمام سي ان اسمها انترنال داش سي داش كلاينت اندرسكور اندرسكور سايت، او ممكن بتجيبها برضو منين؟ هتبص تلاقي هنا هو بيقول لك مين اللي كونكتد عليك، طلعت بره هقول لك كونكتد عليك الى انترنال داش سي اي اندرسكور كلاينت اندرسكور سايت. تمام دي تاني حاجه. تالت حاجة التانل نتورك اللي انت طالع بيها كيم مين؟ 10.0.7 النتورك، التانل نتورك بتاعتك. اللوكال نتورك مين؟ الريموت نتورك مين؟ تمام وهتضيف الجزئية الخاصة بالروت دي، هتقول له اي روت 270.40.2.0 النتورك بتاعتك اللي هي اللان نتورك بتاعتك من على السب نت بتاعها 3255، تيجي تقول له سيف، تيجي تقول له سيف. تمام تيجي تبتدي تروح تشوف الدنيا بتاعتك، هل انت تقدر تبينج عليه؟ نروح كده نقول له بينج 192 الناحية التانية 30.2، هل اقدر بينج اعمل بينج عليها؟ قدرت اعمل بينج عليها. هل اقدر اعمل بينج لل سوري، هل اقدر اعمل بينج لللان انترفيس، لان انترفيس او قدرت؟ تمام عادي خالص. طيب ده من هنا لهنا. طيب هل انا اقدر من على مصر اقدر ابينج عليه؟ نشوف كده، اقدر بينج على اللان ادرس، ابينج على الادرس عادي خالص. تمام ابينج على المكنه اللي جوه، الماشين اللي عندي جوه اللي هي 2.11، ابينج عليها عادي خالص. اقدر ريموتها اهي، طبعا لان الكونكشن بيني وبين المانيا بطيئه شويه فممكن هتاخد بس بعض الوقت، بس هتخش معانا هتاكسس معانا. وبكده قدرت اعمل 3 ميثود، قدرت اعمل ريموت ديسكتوب في الظروف العاديه وفي الظروف الغير عاديه لو انا عندي مشاكل ما بين النتورك اللي انا فيها والنتورك التانيه. الريموت اكسس اشتغلنا شيرد كي، اشتغلنا شيرد كي برضو داخل نفس النتورك وما بين 2 نتورك مختلفين. واخر حاجه ان احنا اشتغلنا اس اس ال تي ال اس ما بين 2 نتورك مختلفين. ونقول تاني الفرق، انا كده قدرت اكسس على المكنه او في المانيا. تمام
انيبل بقى الانترفيس التاني. كده قدرت اكسس عليه، ما عنديش اي مشاكل خالص. تمام. كل الفرق ما بين ال SSL TLS في الظروف العادية، ان انت هتيجي على Open VPN على السيرفر هتشتغل، مش هتشتغل طبعا، مش هتشتغل بالجزئية بتاعت S2 خالص، وهتشتغل هنا. الانترفيس هيبقى الوان، وهتشتغل UDP او TCP، it's up to you. ده بالنسبة للسيرفر. بالنسبة للكلاينت، Open VPN اهو، هتروح هنا كده هتقول له ان انت هتشتغل من على الانترفيس الوان. تمام. والسيرفر هوست هتحط الاي بي دايركت بتاع المانيا. تمام. بنعتذر ان السيشن دي كانت طويله شويه، ولكن هي تستاهل، هي سيشن دسمه. تمام. يبقى احنا كده عملنا ترابل شوتنج ما بين الاثنين، وقدرنا ان احنا نقوم السيرفس. اتمنى تكونوا استفدتوا، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.